مش ولدنا ولا يخصنا. ساعدينا ننزل ونخلصوا من الحكاية دي. بس لو حصل حاجة أنا خايفة. ما تخافيش أخوك جارك يا أمينة، ما تخافيش ما تخافيش يا بنت ما تخافيش. في يا بنت اللي في بطن أختك محدش يقدر يأذيه. مالك يا بنت؟ أذيته معناها موت أختك يا حمزة. فوق يا بنت. اللي في بطن أختك؟ فاحنا يدنا بتاعنا. فوق يا أمينة. فوق.